اي مراجعة كل البرنامج، حفظت كلش، ما خليت حتى درس. لقيت صعوبة في الرياضيات وفيلو تانيك ولو او اسلامية تانيك شوية، اما الباقي سهلين. اسلامية جاتنا فهامة. لقيت سهولة في المواد تاعما تاع الحفظ دوك تاعما فرنسية اونجلي وتاكيما اليوم تاريخ وجغرافي يكونوا ان شاء الله يكونوا مواد سهلين، وكاين شوية صعوبة في مادة المات. هكذا إذن هم أغلب التلاميذ يجدون سهولة في الحفظ التلقائي بالمقابل صعوبة في الفهم خاصة المواد العلمية، بل راح بعضهم لدرجة حفظ المواد العلمية من خلال التكرار عوض الإبداع في حل الأسئلة والتمارين. مادة الرياضيات كما هو معروف هي مادة علمية بحتة، المادة هذه تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى فهم، ما تحتاج إلى حفظ، إلا أنه كاين بعض التلاميذ نخصوا بهم تلاميذ متوسطين اللي متوسط في المادة هذه ولا في المواد العلمية عموما، يلجأ لطريقة أخرى لأنه يحل بزاف تمارين، والتمارين اللي يحلهم ماشي الهدف منها باش يفهم، كاين تلاميذ يحل باش يحفظ، كشغل يولي يلقن روحه ويترجع طريقة تلقينية، أنه يكون روحه شوية نهبطوا للشعب العلمية الأخرى مثلا العلميين ولا تصير اقتصاد، شوفوا باللي النتائج تاعهم في مادة الرياضيات مادة ما نتائج كارثية، هذا راجع للتلميذ لأنه يعتمد على الحفظ أكثر من الفهم. نعم. احنا بربي إن شاء الله نحاولوا دائما في المنهاج تاعنا والمنظومة التربوية تاعنا راهي خصوصا في الأعوام الأخيرة هذه راهي تركز بزاف على التلميذ، نحاولوا التلميذ نخليه يبتكر في هذه المادة العلمية. لو نتمعن في كشوف نقاط عينة عشوائية من التلاميذ نجد معظمهم قد تحصلوا على نقاط جيدة في المواد الأدبية التي يعتمدون فيها على الحفظ، ونقاط متوسطة أو أقل من المتوسط في المواد العلمية التي تحتاج الفهم، والغريب أن أغلبهم يفضلون التوجه للشعب العلمية وكأن نقاط المواد الأدبية هي المنقذ. مما كون لهم مجموعة من الصعوبات في التعامل مع هذه المواد التقنية، وكون لهم في بعض الأحيان رصيد أدبي أكثر منه علمي، مما كون أيضا لهم صعوبة في التعامل مع الحياة العلمية في المؤسسات التربوية وحتى على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، مما يجعلنا نبحث على حلول واستراتيجيات للقضاء على هذه الظاهرة من بداية المرحلة التعليم الابتدائي إلى غاية نهاية مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. قصد تحسين نوعية التعليم وإضفاء الجودة، شددت الوصاية هذه السنة على معايير في توجيه التلاميذ نحو الشعب العلمية والتقنية. تؤكد من خلال التعليم الوزاري رقم 76 المؤرخة في 16 مارس 2023 على أن التوجه نحو هاتين الشعبتين يجب أن يكون التلميذ متحصل على معدل سنوي يساوي أو يفوق 10 من 20 في مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية، قصد تحقيق الأحسن وكذلك تحقيق النجاح المرجو في هاتين الشعبتين التقنيتين ومنه النجاح المستقبلي للتلاميذ في المسار الجامعي. الظاهر أن الحفظ طغى على الفهم لدى معظم التلاميذ، والمشكل الذي يطرح أكثر من تساؤل، هل الخلل في المنظومة التربوية أم في ذهنيات التلاميذ أو حتى في طريقة مرافقتهم بيداغوجياً؟